سعيدة جدا أن يكون معكم بحلقة اليوم من ضيف وحكاية من فيينا. نحن حاليا موجودين بالمركز التاريخي للمدينة، وراي إذا بتشوفوا هو مكان إقامة القيصر النمساوي فرانس الثاني، وبعد شوي لح أتوجه لمبنى المستشارية لحتى ألتقي بأول امرأة عربية مسلمة بتتولى منصب سكرتيرة دولة بتاريخ النمسا، منى دزدار بنت عائلة فلسطينية مهاجرة اهتمت بالسياسة من لما كانت طفلة صغيرة، بعدين أنهت دراسة القانون بفيينا وانتقلت لفرنسا، هناك حصلت على ماجستير بالقانون الدولي من جامعة السوربون. قبل حوالي كم شهر، 5 أشهر تقريباً، تولت منصب سكرتيرة دولة بحكومة النمسا الجديدة. كل هاد ومنى لساتها بعمر 37 سنة بس. خلونا مع بعض نتعرف على منى دزدار، نعرف منها كيف كانت طفولتها، شو اللي خلاها بالأصل تدخل عالم السياسة، كيف حالياً عم تتعامل مع التحديات والانتقادات اللي عم تواجهها بمنصبها الجديد. يلا. كمان هاي الغرفة اللي هي مكتبك حالياً كمان في لها حكاية وتاريخ، ما هيك؟ صحيح. شو هو؟ هي هاي المكتب وهاي الغرفة كانت غرفة إمبراطور سيسي. واو. هي كانت تعمل هون رياضة. أها. وهي كل المكتب يعني عدد غرف هي كانت هون يعني عايشة، وقبل هاي الغرفة متحف سيسي كمان. لكن كان في أشخاص كثيرة يعني وسياسيين كثيرة اللي كانوا يشتغلوا هون، منهم وزيرة الشؤون النساء اللي كان اسمها يوهانا دونال، وهي كانت أول مرأة وزيرة للشؤون النساء. بأي فترة هي كانت؟ هاي الفترة في السبعينات. واو، معناتها المكان فيه له رمزية كبيرة يعني. صحيح، هذا المكان يعني كثير تاريخي. وكمان يمكن في رمزية كبيرة إنك أنت منى دزدار هلأ يعني أصبحتي أول امرأة مسلمة من أصل عربي تتولى منصب سكرتيرة الدولة بالنمسا لأول مرة بالتاريخ، وبتجلسي كمان بهذا المكتب. هاي الرمزية تحديداً بهذا الوقت إنك أنت استلمتي منصب من هالنوع بالوقت اللي موضوع اللاجئين، موضوع الهجرة، موضوع يعني ساخن جداً بأوروبا، كيف بتشوفي أنت في علاقة بين الاثنين؟ يا طبعا هذا الشيء جديد للسياسة النمساوية انه حدا يكون في الحكومة من اصل اجنبي ومن اصل عربي، شيء جديد، وطبعا كان مفاجأة للناس كثيرة يعني، وفي ناس كثيرة يعني انه انبسطت وحبت تشوف هذا الشيء يعني انه حدا من الجيل الثاني ومن اصل اجنبي يوصل لهذا المنصب. في ناس كثير انبسطت، بس في ناس كثير كمان ما انبسطت ابدا. يمكن بدا من اول يوم لما تقلدت المنصب، لما قال المرشح للرئاسه عن حزب الاحرار النمساوي خوفا، لما قال لو انت ارتديتي الحجاب يعني ما كان قلدك المنصب، تفاجأتي بهيك شيء؟ طبعا تفاجأت يعني انه كان في يعني الحركه العنصريه وين ما كان، يعني مش فقط الا في النمسا، يعني في كل الدول الاوروبيه العنصريه تكتر، والحركات الحركات السياسية اللي ضد الأجانب يعني قاعدة بتقوى يعني في البلدان الأوروبية، ونفس الإشي يعني في النمسا. لكن لما حدا يكون سياسي وأنا يعني في السياسة لي 20 سنة، ما بأخذ هذا الشيء يعني شخصي، يعني أنا ضحكت إلا خلال يعني أثناء توليكي هلا المنصب من شهر مايو لحد الآن، انكتب كثير عن منى دزدار، انكتب كمان انتقادات كثير، يعني صار في هجمات كمان ضدك، اتهامات انك انت بتدعمي متطرفين ارهابيين، يعني اتهامات وصلت لمدى كبير. شو أسوأ التهم اللي انت وصلك خبر عنها واللي زعجتك اثرت فيكي؟ الاتهامات انه انا متطرفه، وانا ما ولا حدا بيعرف شو علاقتي مع الدين، وانا بعزم ارهابيين، ويعني تعزمي ارهابيين؟ يا هم مين؟ يعني هم قالوا انه انا عزمت ليلى خالد، لما عزمت ليلى خالد على النمسا، لكن هذا كان غير صحيح،
كان ليس صحيح يعني. كيف تعاملتي مع هيك اتهامات؟ خلص بتتجاهليها او لا؟ انا يعني ما قبلت انه حدا يطلع في التلفزيون ويقول انا لي علاقه مع الارهاب، وانا رفعت محكمه. رفعتي دعوة؟ أنا رفعت دعوة، شكراً، رفعت دعوة على رئيس الحزب الحرية اللي هو الحزب من اليمين المتطرف، وغلبت يعني المحكمة. كسبتي الدعوة؟ كسبت الدعوة. منى، أنت سكرتيرة الدولة بعدة ملفات، بملف التعددية، سكرتيرة الدولة بملف التحول الرقمي، وبملف الخدمات العامة. أثناء فترة وجودك يعني مع هاي الحكومة حالياً، شو الهدف اللي حابة توصلي له؟ الهدف أنا بحب أوصله إنه التضامن في المجتمع مهم إلي جداً، وإنه كل واحد في حياته يكون عنده نفس الفرص مهما كان أصله، مهما إذا كان مولود في هاي البلد ولا لا. يعني العدالة شيء مهم إلي، يعني عشان هيك أنا اندمجت للحزب الاشتراكي الديمقراطي. العدالة الحقيقية والتضامن في المجتمع، وما يكون ما يكون في تفرق، ما يكون في طائفية، ما يكون في حساسيات بين الناس عشان هو يعني من بلد تانية ولا عشان عنده دين آخر. إنه الناس يعني تجتمع مع بعض وتفهم إيش وين بدنا نوصل في مجتمعنا يعني. عمليا كيف ممكن توصلي لهي الأهداف من خلال الملفات اللي أنت مستلمتيها؟ يعني من خلال مثلا يعني أنا سياسيا مش مسؤولة عن الاندماج، لكن أنا في المفاوضات عن الاندماج مع الوزير المسؤول عن الاندماج. والاندماج من اللاجئين اللي أجوا في الصيفية 2015 يعني عدد 80,000 شخص، منهم كتير يعني عراقيين، منهم كتير سوريين، منهم كتير من أفغانستان. مهم إنه إحنا نفهم كسياسيين إنه الاندماج لازم يبدأ من أول يوم. مهم إلنا إنه الناس تحس هاي بلدها، هاي بلدها ومرتاحة في البلد اللي عايشة فيها. كيف ممكن يتطبق هذا الشيء اللي عم تقولي عنه؟ يعني إحنا هلا يعني شو المشاكل اللي هلا موجودة بالنمسا يلي عم تحول دون إنه يتطبق هذا الشيء؟ يا المشاكل إنه في رأي سياسي مختلف. يعني في ناس طبعاً أو سياسيين بيعتبروا إنه أوكي لما تخلص لما يطلع لك الأوراق ولا يطلع لك الإقامة ممكن تروح تتعلم اللغة. إحنا منعكس هذا الشيء، عشان إحنا منقول من أول يوم لما الناس تكون هون بصيرش يضيعوا وقتهم. أنت كان لك تجربة أيضاً مع اللاجئين من العام الماضي مع أول قطار وصل لفيينا. منى دزدار كانت موجودة بمحطة القطارات. صحيح، صديقي لي اتصل فيه قال لي منى اليوم في لاجئين رح يوصلوا من هنغاريا على فيينا محطة القطار، وإحنا بنحتاج ناس تحكي عربي. قلت له طيب أنا جاي، وقال لي إذا ممكن تعرضي هذا الشيء وتتصلي في ناس يجوا يترجموا كمان في العربي. وهذه الساعة كانت تقريبا 9 يعني في المساء. مثلا قلت لا كيف بدي اجيب ناس يعني على محطه القطار، وانا كتبتها على الفيس وانا خليتها يترجموا لي اياها في العربي عشان انا الكتابه مش كثير قويه وما كنت بدي اعمل اغلاط كثيره. وبعدين خلال ساعه 10 تقريبا كانوا تقريبا 60 70 من اصل عربي على محطه القطار، كلهم بدهم يترجموا. ومن زمان ما شفنا بعض يعني، وكثير لاجئين اللي عايشين لهم سنه كانوا يجوا يساعدوا اللاجئين اللي يوصلوا. يعني انه اشياء كثيره حصلت هناك، لاجئين اجوا احنا ساعدناهم، بس في نفس الوقت كمان شفت نمساويين كثير اللي كانوا يوميا يجوا ويساعدوا ويتبرعوا، يعني اهالي مع اولادهم، وكانوا نمساويين يجوا ويعرضوا على اللاجئين انه ينيموهم عندهم لليله عشان يقدروا يغسلوا حالهم ويعني ويضيفوهم يعني. وهذا شيء كان يعني شيء حلو يعني. كانت فترة متميزة جدا. كمان كان في هاي الفترة نوع من الرومانسية بالنظرة تجاه اللاجئين، هاي تغيرت خلال هاي السنة. هاي تغيرت صحيح. انت بتعرفي انه لما حدا يعني من اصل اجنبي يعمل اغلاط بيرجع لكل الاجانب. ولما واحد لاجئ يعني يعمل اشي غلط ولا يعني يعمل جريمة ولا يتعدى على حدا بيرجع لكل اللاجئين. وصارت يعني الأعلام تأخذ هدول القصص كتير الأعلام وتغيرت شوي الصورة عن اللاجئين.
ذكرتي قبل شوي انه شو لازم الحكومه او الهيئات الحكوميه تعمل من اجل دمج اللاجئين، بس من وجهه نظرك شو لازم يعملوا اللاجئين انفسهم لحتى ينجحوا بهذا المجتمع؟ يعني اللاجئين لازم يعرفوا انه هم هلا في بلد بتختلف عن بلدهم، والنظام السياسي بيختلف، كمان التفكير بيختلف، كمان الثقافة بتختلف، ولازم يعرفوا انه مهم انه حدا يتقبل المجتمع اللي حدا عايش فيه، ويكون يعني متفتح ومنفتح، منفتح على افكار جديدة. يعني الحلو انه في بلدان الاوروبية انه في يوجد فيها ديمقراطية، واحنا بنقدر نحكي عن كل شيء، احنا بنقدر نحكي نقول رأينا السياسي، احنا بنقدر نحكي عن العلاقة بين المرأة والرجل، احنا بنقدر نحكي عن الدين، احنا بنقدر نحكي عن كل شيء. هاي فرصة الأشياء اللي ممكن لاجئين ما كان يعيشوا فيها وما كان عندهم هاي الفرص، عندهم اياها هلا هون الفرص، الحرية، الديمقراطية، الحرية الرأي العام، العدالة بين المرأة والرجل، وهذا الشيء يعني فظيع وشيء جميل يعني. عم نتجول بالمدينة، ما عندك أي حماية، سكرتيرة الدولة أنت. أنا غريب. ما بحتاج حماية. ما بتحسي ولا مرة أنك بخطر أو مهددة أو شيء؟ ولا مرة، ولا مرة، في العكس. في عكس أنا هيك متربية على فيينا وهيك إشي، وهذه كمان حريتي يعني أنه أتمشى وآجي زي ما بدي، أحكي مع كل العالم. يعني أنا بحب هذا الشيء، أنا لي 20 سنة في السياسة، يعني مش جديدة في السياسة، بس بهذا المنصب. في هذا يعني المنصب أنا جديدة. في كتير ناس بيوقفوكي بالشارع وبيطلبوا منك شيء أو بيسألوكي؟ طبعا دائما، يعني أنا كل يوم عندي نشاطات سياسية، كل يوم بروح على الاجتماع، بروح على نشاط يعني، ودائما يعني حوالي الناس كلهم يعني، وانا متعوده على هذا الشيء. بهي المنطقه كمان في ذكريات او تاريخ للنساء، صحيح؟ طبعا وين ما كان في ذكريات وللتاريخ للمراه، لكن هذا شيء قليل يظهر، لانه التاريخ دائما بيعلمنا عن التاريخ الرجال، لكن شو انجزوا وشو عملوا، شو انجزوا وشو عملوا، بحسسنا انه النساء ما عملوا اي شيء، لكن هذا غلط، ليس صحيح، لانه وين ما كان، واحنا درسنا عن هذا الشيء كل العمارات، في تاريخ مرأة. مثلا شو؟ مثلا اللوحه السوداء اللي على الكنيسه هي بتشكر النساء ودور النساء خلال الحرب العالميه الاولى، لانه لما راحوا رجال كلهم على الحرب، مين قام في المجتمع؟ مين قام في كل المسؤوليات في المجتمع؟ النساء والمرأة. وهذا خلى كمان يكون في تبدأ الحركات النسائية، وخلت المرأة يعني توقف، لا توقف وتقوى، وتقوى، شكرا. تقوى يعني، لانه صار عندها دور اكبر واكبر، وهذا خلى كمان المجتمع يتغير كليا، والمرأة تتحرر. فأنت هذا منى كيف استفدتي منه شخصيا؟ يعني هذا التحرر، قوة المرأة، قدرتها على أنها تكون شخصية فاعلة بالمجتمع، استفدتي من وجودك بفيينا أو بالأصل بالعائلة عندك؟ يعني كلهم دائما بيفكروا أنه حقوق المرأة شيء جاي من المجتمعات الأوروبية، لكن هذا غلط، لانه انا كمان يعني طبعا صحيح انه في قوانين تحمي المراه اكثر في المجتمعات الاوروبيه، والحركات النسائيه كمان اقوى، بس لكن في حركات نسائيه كمان في بلدان العربيه، وانا كمان من عائله وين المراه والنساء دائما كانت عندها دور قوي. يعني مثلا ستي كانت مديره مدرسه في الستينات والسبعينات في الأردن، في عمان، وعمة أبوي هي كانت رئيسة المنظمة النسائية في 1936
في القدس، هذا الشيء يعني كمان في عائلتي، وهذا الشيء كمان في المجتمع العربي، انه المرأة تكون عندها دور قوي وتكون عندها شخصية قوية، ليس الا شيء اوروبي. واثناء عملك السياسي بالنمسا حسيتي بيوم من الايام انه انت عندك فرص اضعف من الرجال، او كسياسية بتحسي انه عندك تحديات اكثر من السياسي الرجل، او كيف كانت تجربتك؟ يعني طبعا حتى في النمسا السياسة يعني عالم كتير رجالي، ولذلك يعني الحزب الاشتراكي الديمقراطي قام في منظمة نسائية في داخل الحزب، وبشجع النساء عن ياخذوا منصب سياسي، ويكون في تضامن بين النساء. يعني طبعا احنا في المجتمع 50% نساء 50% رجال يعني، ولازم النساء يكونوا ممثلات في كل في كل خدمات المجتمع. شو اللي بتحبيه بعمل السياسي؟ أنا بحب إنه النقاش السياسي، أنا بحب التعامل مع الناس، أنا بحب الإنسانية. يعني أنا السياسي لازم يحب الناس، يعني مش عارف إذا صح في العربي، يعني لازم يحب الإنسان عشان يكون يقدر يكون سياسي، ولا ما بيصيرش يكون في يعني حدود كبيرة، لازم يكون قريب عن الناس. يكون قريب عن الناس. شكرا. هنا كمان هذا المكان له علاقة بالنساء، ما له تاريخ نسائي، نحن اليوم جولتنا كلها العلاقة بالنساء. يعني في هذا البير بيقولوا صح؟ نافورة. نافورة. هاي النافورة، وهدول الأربع نساء هم بيمثلوا النهر، الأربع الكبار اللي كانوا في النمسا لما النمسا كانت إمبراطورية كبيرة 10 مرات أكبر من اليوم. أوكي. يعني 4 نساء بيمثلوا 4 أنهار. صحيح. أوكي. منى صار لك 20 سنة أنت بالعمل السياسي، شو اللي دفعك تدخلي لحزب سياسي في النمسا؟ أنا تربيت يعني طبعاً في عائلة فلسطينية عربية، ودائماً كنا نسمع أخبار. هاي السياسة مع الفطور والغداء والعشاء. مع الفطور والغداء دائماً الأخبار يعني. وأبوي دائماً كان يأخذني عند أصدقائه اللي كانوا قاعدين في أهاوي في فيينا، وأنا من صغري ومن طفولتي دائما كنت قاعدة مع شباب طلاب عربية اللي كانوا يحكوا في السياسة، وأنا تربيت على هذا الشيء، ولذلك طبعا أنا كبرت وبدور على هذا الشيء. بس ليه اخترتي الحزب الاشتراكي تحديدا؟ بس كان عندي وعي شو هذا الحزب، وكنت أعرف إنه أهلي دائما كانوا يحبوا هذا الحزب، لأنه الرئيس هذا الحزب كان في الماضي كان محبوب كتير في العالم العربي، وكان أول رئيس اللي اعترف في منظمة التحرير، وكان صديق عرفات يعني، وكل العرب كانوا يحبوا برونو كرايسكي، وعشان هيك أنا دائما كنت أحب هذا الحزب ورحت على هذا الحزب. واللي خلاني أضلني في هذا الحزب إنه ولا مرة حسسوني إنه أنا غير عنهم، لأنه أنا أصلي أجنبي ولا جاي من منطقة بتختلف عن النمسا. أنا دائما كنت منى فقط. يعني مزبوط أنا ولدت هون وتربيت هون، بس أصدقائي دائما كانوا إلا في المدرسة، غير المدرسة ما كنا كتير مختلطين في المجتمع النمساوي. والحزب خلاني وساعدني أختلط في المجتمع النمساوي، وعن جد اندمج في المجتمع النمساوي، وهذا هو السبب ليش انا نجحت في حياتي هون في النمسا. وما كان في يوم من الايام حدا يحسسني انه انا اجنبيه ولا انا من عائله اجنبيه. كان عندك هذا الشعور قبل ما تدخلي بالحزب؟ انت حكيتي هلا كان عندي هذا الشعور، لانه دائما لما حدا يعني انا طبعا فخوره في اصلي، بس لما حدا يتربى في مجتمع ودائما حدا يساله انه انت من وين وليش اسمك هيك، يعني بيحس حاله غريب.
والطفل ما بده يحس حاله غريب، الطفل بده يحس حاله زيه زي الاطفال الثانيه. هلا منى كسياسيه يعني انت نمساويه فيناويه اذا فينا نقول هي الكلمه، بنفس الوقت لما بتكوني عم تشتغلي العمل السياسي كيف تقدري توازني بين منى السياسيه اللي تابعه للحزب الاشتراكي وبين منى اللي يمكن عاطفيا مرتبطه بالعالم العربي بالقضايا العربية؟ بتنحطي احيانا المواقف بتحسي انه انت محتارة مو عرفانة هلا كيف تاخدي موقف او شو تحكي؟ انا كنت محتارة لما كنت شابة، دائما كنت اسأل حالي شو انا؟ انا عربية ولا انا نمساوية؟ كنت افكر وافكر وافكر، بس اليوم انا بلاقي يعني لما حدا يكون يجمع ثقافتين في شخصيته، يعني هذا غنى ثقافي، يعني كل ثقافة أخرى اللي حدا بيتعلم منها يعني هذه بتخلي الإنسان يعني يتطور، وهذا اللي أنا فهمته. أنا فهمته إنه ما فيش التناقض بين ثقافة عربية وثقافة أوروبية. بس كسياسية بتحسي أحياناً حالك إنه بين نارين إذا هيك بدنا نحكي باللهجة العامية؟ السياسة كلها دائماً فيها يوجد فيها تناقض يعني، والحلو إنه دائماً يلاقي حل، يعني لما تربطي إشي لازم تحليه وهذه هي السياسة، الحلول، الحلول من المشاكل، الحلول من الإشي يربطه، مش عارفة كيف أقول الكنوتن، يعني تحلي العقد. شكرا. السياسة هي حلول العقد. حلول العقد صحيح. كونك هلأ ذكرتي أنه شخصية جامعة ثقافتين، خلينا نقول عندي هيك كم سؤال صغير لإلك لأشوف ميولك العربية والنمساوية. إذا منى هيك بتحب تاكل طبق عربي شو بيكون؟ مقلوبة. مقلوبة. ملوخية. نمساوي شو بتحبي؟ نمساوي بحب شنيتسل، يعني هذه الإسكالوب بيقولوا عنها. عربي كمان بحب كوسة محشي. أكلات تقيلة هاي. بس بابا دائما بيطبخ. برافو. موسيقى إذا منى هيك بدها تسمع، في شيء نوع من الموسيقى العربية بتحبيها؟ أنا بحب العود كثير، بحب أسمع موسيقى العود. ونمساوي؟ بحب أسمع موسيقى، في يوجد واحد نمساوي فلسطيني هون مروان عبادو، بحب موسيقته كثير. دائما بسمع موسيقته كمان. عود. عود وهو بيغني كمان. وهيك موسيقي نمساوي او موسيقى نمساويه شو بتحبي؟ يا انا بحب البوب النمساوي، بحب بس الموسيقى الكلاسيكيه كمان، يعني حلو لما حدا يكون هيك مشكل زي انا بحب الموسيقى كمان تكون مشكله. يعني يوم ممكن اسمع موسيقى عربيه، بكره بسمع موسيقى اوروبيه من الثمانينات. في هيك بحياتك شخصيه عربيه، شخص او شخصيه عربيه بتعتبريها هيك مثل اعلى؟ أنا بحب كثير إن النساء السياسيات في العالم العربي. مثل مين؟ أنا بحب حنان عشراوي، أنا بحب ليلى شهيد، أنا بحب كمان عمة أبوي شاهين دوزار، ما تعرفت عليها شخصياً. اللي كانت بالمنظمة النسائية. صحيح. القدس. أنا بحب نوال سعداوي، أنا بحب فاطمة مرنيسي، أنا بحب كل النساء اللي هي كانت دائما تدافع كمان عن حقوق المرأة ولا تدافع كمان عن حقوق الفلسطينيين كمان. في شخصية نمساوية بتعتبريها انه هيك مثل انت بتفتخري فيه بتحبيه؟ طبعا هو برونو كراسكي، ومرأة يوهانا دونال اللي هي كانت اول وزيرة شؤون المرأة. انت بطبعك بشخصيتك بتحسي انه في عندك طبع عربي؟ طبعا. شو شكلي؟ شكلي لغتي طبعي. طبعي عربي. انه مرات بكون هيك كيف بيقولوا عندي تمبرامنت، دمك حامي. يعني بقدر اعصب شويه. شو عندك لسه هلا بعد ما وصلتي لسكرتيرة الدولة في النمسا، شو عندك طموح سياسي؟ طموحي السياسي انا ما بفكر في نفسي، طموحي السياسي انه النمسا ما تتغير، والنمسا تضلها بلد متفتحه، النمسا تضلها بلد يعني بتحب السياسه الدوليه ومتفتحه للعالم.
إذا قلنا إنه هيك منى حابة تترك أثناء وجودها هلا كسكرتيرة الدولة هيك بصمة بالسياسة النمساوية بالتاريخ النمساوي، شو هي؟ إنه هي منى عملت كل إشي إنه المجتمع يكون متوحد، هذا الشيء أهم إشي إلي.